وللمزيد من المتابعة حول هذه التسوية ينضم إلينا على الهواء مباشرة سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. بنهنئ حضرتك والشعب المصري على خروج هذه السفينة التي كانت جانحة لمدة 6 أيام منذ شهر مارس الماضي في البداية سيادة الفريق. وسؤالي لحضرتك، ماذا تعني هذه التسوية عالميا لقناة السويس؟ تعني طبعا مصداقية، وتعني ان احنا برضو زي ما قدرنا ندير الازمه بتاعت السفينه في جنوحها في 6 ايام بنجاح، وكانت مش سهله، برضو الحمد لله قدرنا ندير المفاوضات. صحيح خدت مده اكبر شويه، خدت 3 اشهر، يعني مش فتره مش صغيره، كانت مفاوضات ماراثونيه، لكن برضو احنا كنا عندنا اصرار ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحل الازمه ونرضي الطرفين في وديا، بدل ما نروح المحاكم. ممكن موضوع المحاكم ده ياخد سنين طبعا. فالمركب طبعا مهمه للملاك، البضاعه اللي عليها 18,000 حاويه فيها بضائع مختلفه من جميع انواع البضائع المتنوعه، الشركات بتاعتها كانت بتطلبها واصحابها كانوا بيطلبوها، كل ده احنا حطيناه قدام عينينا ان احنا نحل الموضوع ده. كان في اصرار مننا ان احنا نحل بالتفاوض، كان برضه في اصرار من الشركه المالكه اليابانيه ان هي برضه تحل بالتفاوض. تقاربنا وقدرنا ان احنا الحمد لله ننجح في ان احنا في نحل هذه الازمه اللي كانت بقى لها من 29 مارس واحنا في الموضوع ده. نعم، سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، كم تحملت مصر او هيئه قناه السويس نتيجه جنوح هذه السفينه وادى لتعطل الحركه الملاحيه لاكثر من 400 سفينه اخرى كما ذكرت حضرتك قبل هذا التقرير؟ طبعا تحملنا طبعا خسائر، ودي اللي احنا كنا الفتره دي برضه بنشرح ايه اللي الخسائر اللي احنا تحملناها. تحملنا 6 ايام من القناه مقفوله، ما فيش مراكب بتمر فيها، ودي برضه خساره كبيره. تحملنا برضه ازمه ثقه في الاول، في خلال ال6 ايام في الاول قبل ما ننجح، ان لا احنا مش هنقدر، لا احنا هنعمل، لا الموضوع هياخد 3 اشهر. يعني كل الوكالات الانباء العالميه والمختصين بالنقل البحري والمختصين بالانقاذ قالوا ان التقارير بالنسبه للمركب وحجمها والوضع اللي هي كانت فيه المعقد ده مش اقل من 3 اشهر. فتحملنا كمان برضو موضوع ان احنا كان في عدم ثقه في ان احنا ممكن ما ننجحش ونحتاج مساعده، لكن الحمد لله نجحنا في فتره وجيزه ما كانتش مقدره عند حد ان احنا نخلص بالسرعه دي، لو على ان بقى في نجاح كبير ان انت كمان مش بس يعني انت خلصت فينا جناحه طلعتها مش من الشحط صح، لا ده انت طلعتها سليمه، مفيش اصابات في الافراد ولا الطاقم. نعم. السفينه نفسها ما فيهاش اي اصابات، الشاحنات اللي عليها او الكونتينرات اللي عليها ما فيش كونتينر فيه اتخدش، كل دي نجاحات انت صدرتها للعالم وعرفتهم ان قناه السويس ورجال قناه السويس قادرين على زي ما بيديروا القناه بسلاسه كده ومحدش بيسمع عنها حاجه. بتمر السنه اللي فاتت مرت 18,800 سفينه. برضو قدرت ان انت تنجح وتنجح في الحل السفينه من الموقف اللي كانت فيه، ونجحت الحمد لله برضو في المفاوضات. بمناسبه هذه المفاوضات والنجاح في هذه المفاوضات والنجاح في خروج السفينه بما عليها بامان وسلام من قناه السويس، ما هي المشروعات الجديده المزمع اقامتها سواء توسعه او غيرها في هيئه قناه السويس لضمانه عدم جنوح اي سفينه اخرى في داخل قناه السويس رغم الظروف الجويه؟ شوف حضرتك، احنا قناه السويس دايما في تطوير. نعم. ودايما في عمل مستمر ودؤوب، تطوير مجرى الملاحه، تطوير الاسطول بتاع القناة، تطوير في التحول الرقمي والبنية التحتية والتدريب بالنسبة للمرشدين وللعمال في السيميليترز الموجودة عندنا. فاحنا دلوقتي احنا كنا اردنا الخطة الاستراتيجية على سيادة الرئيس 2023 لهي قناة السويس، وكان فيها موضوع اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو اللي احنا بنعمل دلوقتي دبلنج او قناة تانية في البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلو وبنعمل توسعة وتعميق في 30 كيلو من الكيلو 133 للكيلو 163 جنوبا ل السويس. احنا بس كل عمليه ان احنا كان المفروض هيتم ده في يناير، صراحه احنا لقينا ان الكراكه الحديثه اللي جت مهاب مميش، وفي كراكه ثانيه هتيجي الشهر الجاي طبعا حسين طنطاوي، احدث كراكات الشرق الاوسط. فاحنا قلنا نعجل بالمشروع دوت زي ما بقول لحضرتك عشان احنا دايما في حركه موجوده وفي ديناميكيه موجوده، برضه بنراقب، احنا كنا بنراقب الشيب بيلدينج والتجاره العالميه، حاسين ان هي دلوقتي بدات تتحسن احسن، فقلنا نخلص برضه الموضوع ده وما نستناش لغايه يناير ونشتغل فيه. احنا بنعمل دلوقتي الموضوع ده، بنعمل قناه ثانيه في البحيرات المره، وبنعمل توسعه 40 متر جهه الشرق في ال 30 كيلو الاخرانيين، وبنعمل تعميق من 24 متر ل 27 متر، مشروع كبير هيقعد حوالي سنتين، هنخلصه ان شاء الله بقدراتنا وامكانيات الهيئه برضه، مش هنستعين بحد. وبامكانياتنا وقدراتنا ان شاء الله هنخلصه على اكمل وجه باذن الله.
نعم، التجارة عن طريق البحر في ظل أزمة كورونا وتحديات كورونا في الفترة الأخيرة أو في العامين، العام السابق والعام الحالي، التجارة البحرية كانت الأنشط على مستوى العالم والأبرز على مستوى العالم. كيف استفادت هيئة قناة السويس من حجم هذه التجارة والمتوقع أو المستهدف بالنسبة لاستقطاب يعني طرق تجارة جديدة عن طريق قناة السويس من شتى أنحاء العالم؟ والله شوف حضرتك، احنا كنا في قناة السويس يعني متوقعين ان هتبقى في مشكلة في التجارة العالمية والنقل البحري خلال كوفيد 19 لما تم، وده طبعا حصل في 2019 في ديسمبر تقريبا، كان بداية الموضوع من الصين، واحنا كنا اول ناس عارفين ان احنا هنقابل المشكلة دي، لان احنا بنقابل سفن اجنبية كتير وبنتعامل معاها، وكان ممكن يبقى في مشكلة في الحتة دي. عارفين ان التجارة بتتأثر، تجارة النقل البحري، التجارة العالمية كلها بتتأثر بكل ما حولها، يعني زي ما حصل في 2008 لأزمة الدولار، وأزمة الرهون العقارية، أزمة النفط والنفط طبعا برضو 2016، وبعد كده حصلت الأزمة دي. احنا كنا عيننا على الأزمتين اللي فاتوا وشفنا احنا خسرنا فيها ازاي. خدنا بالنا المرة دي من بدري، كنا مجهزين سيناريوهات للموضوع ده وحلول، وعملنا حوافز وحزم تسويقية مرنة ان احنا ندي للسفن حوافز بحيث السفن ما تقفش. يعني لو تعرف حضرتك ان خلال الازمه دي في 2020 16% من سفن الحاويات توقفت تماما عن العمل. نعم. يعني ما كانش في مواني، في مواني كتير ما كانتش بتشتغل، عمال كتير ما كانوش بيشتغلوا، فالدنيا وقفت. نعم. فاحنا كنا واخدين بالنا ان احنا لا، ده احنا لازم ناخد بقى مصدر ثاني من السفن، عدد من السفن ما كانش بيجي عندنا يجي بالتخفيضات دي عشان اقدر اعوض اللي حصل في سفن الحاويات، لان حضرتك تعرف ان تعتبر اكبر اكثر كميه عدد من السفن اللي بيمر في قناه السويس سفن الحاويات. وفعلا لكن هذه التخفيضات لم تؤثر على دخل قناه السويس. لا بالعكس، ده يمكن زاد الدخل قناه السويس. احنا دخل اكبر، يعني لو بص احنا يعني الشهادات العالميه اللي قالوا ان التجاره العالميه تخفض حوالي 11.8% وان قناه السويس زادت فيها عدد السفن 8%. فاحنا بالعكس، احنا النسب اللي احنا عملناها دي جابت لنا سفن احنا ما كناش بتيجي عندنا. وسياده الفريق، المستهدفات في القادم، لان نعلم ان جيدا ان قناه السويس بتستهدف السفن الاكبر، بتحاسب السفن على في مساله المرور على الحجم، حجم اللي ما يمر من خلال قناه السويس وليس على العدد الذي يمر من خلال قناه السويس، هذا صحيح؟ احنا الحساب بتاعنا طبعا على نوع السفينه نفسها. نعم. وعلى الحموله الصافيه اللي موجوده على السفينه. نعم. كلما زاد الحجم وزادت الحموله زاد الدخل الخاص بقناه السويس. الدخل دلوقتي بقت السفن فعلا. نعم. بقت عملاقه. نعم. السفن القليله ما بقتش اقتصاديه. نعم. وبالتالي بقت السفن العملاقه اللي هي 240,000 طن و280,000 طن، الحاجات دي هي دي اللي نعم. اللي العالم بيبص لها ده عشان يقلل المصاريف ويقلل استخدام الوقود ويقلل حركه السفن في البحر. نعم. وبالتالي بقى السفن العملاقه دي. نعم. بقت هي برضو ايه الهدف بتاعها، مستهدف هو قناه السويس لانها اقصر طريق وامن طريق ممكن يمر. نعم، سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، بنهنئ حضرتك ونهنئ كل الساده المشاهدين والمواطنين المصريين والعالم اجمع بالوصول لتسويه في هذا الامر، وبالتوفيق ان شاء الله في القادم من الاعمال لهيئه قناه السويس.